رفضت المعارضة وقوى التغيير والنواب المستقلين النهج اللاجدي وطريقة تعاطي قوى السلطة في نقاشات الموازنة، وغض النظر عن خطة التعافي والإصلاحات، فمنذ بداية الجلسة اعترض رئيس الكتائب النائب سامي جميل ونواب التغيير على طريقة إقرار النفقات، ولكن لا حياة لمن تنادي. عندها بدأ حراك المعارضة من أجل تطيير النصاب لوقف المهزلة التي كانت حاصلة داخل قاعة الهيئة العامة. وبعد مشاورات دامت حوالي نصف ساعة بين الكتائب والتغييريين وعدد من المستقلين والقوات اللبنانية، نجحوا في تطير النصاب، حيث أكد رئيس الكتائب النائب سامي جميل أنهم مستعدون لإقرار موازنة منطقية متوازنة بعد إقرار خطة التعافي والقوانين الإصلاحية، مؤكدا أن أهم أمر اليوم هو توحيد المعارضة لأن الاستحقاقات كثيرة أمامنا. نحن افتكر انه كان موقفنا واضح من النهار الاول، نحن اعتراضنا على هيدي الموازنه عبرنا عنه كنواب خلال 3 ايام اللي قطعوا، وكنا رايحين نصوت ضد لانه بنعتبر انه هيدي الموازنه هي كارثيه على الشعب اللبناني ورح تؤدي الى مزيد من الانهيار، وعكس كل الكلام اللي عم ينحكى وباع الحكي للموظفين وللقطاع الخاص. ان كان القطاع الخاص رح يتأذى من هيدي الموازنه بشكل كتير كبير، وان كان هالموظفين يلي اليوم عم نعطيهم من ايد وعم نرجع نقشطهم من الايد الثانيه، لان بدنا نحط الحسابات الصغيره على جنب. هو عنده حسابات صغيرة. لا، عم بحكي لكل اللي مصرين يقروا هيدي الموازنة، لأنه ما حدا منهم مقتنع فيها. من الرئيس مئات يوجد، وأنا بتحدى يطلع الرئيس مئات يقول أنه مقتنع بالأرقام اللي موجودة بموازنته. وبالتالي نحن كلنا رايحين كنا نقر موازنة ما حدا مقتنع فيها، كلها غلط، مخالفة للدستور، مخالفة لعلى الأقل 6-7 مواد دستورية. موازنة رح تؤدي إلى تضخم الأسعار، رح تؤدي إلى تفقير الناس، ورح تؤدي إلى مزيد من الانهيار للاقتصاد اللبناني. نحن اليوم اللي عم نطلبه بأسرع وقت، بكرة على بكرة، يدعي الرئيس بري لمناقشة الخطة الإنقاذية اللي قدمتها الحكومة. بكرة مستعدين نجي بكرة نناقش خطة إنقاذية يلي قدمتها الحكومة، ونجرب ونناقشها ونحلها. مش حق علي إذا رئيس الحكومة عنده سفرة. بكل الحالات فينا نعمل هالشيء هيدا من دونه. بنعمل مناقشة لخطة الخطة الإنقاذية، منوافق عليها، منتفق كلنا سوا شو بدنا من هذا البلد، وسعتها منعدل الموازنة على أساس الخطة الإنقاذية ومنقر موازنة منطقية. بس اللي عم ينعمل اليوم كان عمل غير صحيح، وأنا بالنسبة لي المهم اليوم هو توحدت المعارضة، وهذا أهم شيء بحفظه أنا من هذا النهار، هو توحيد المعارضة، وإن شاء الله هذه الوحدة تستمر، لأنه عنا كتير استحقاقات مهمة لإنقاذ البلد. ضروري نبقى إيد وحدة مثل ما كنا اليوم إيد وحدة بمجلس النواب. أنت بتلاقي طبيعي تنقر موازنة فيها 3-4 أسعار صرف، كله وهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أرجع الجلسة إلى 26 أيلول بعد فقدان النصاب كان افتتحها عند 8:30، وأعطى الكلام للنائب فراس حمدان آخر المتحدثين، ومن ثم كان رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أنها ليست الموازنة المثالية ولكنها ضرورية لأن البلد ماشي بالرغم من كل شيء وهناك نمو ملحوظ. سنة 2021 النمو ناقص 11%، سنة 2022 من رأس السنة لآخر تموز عندنا زيادة 2.2% عن سنة الماضية. في قطاعات عم تشتغل، بلد ماشي، صناعة عم تشتغل، زراعة نوعا ما متحركة، تجار كلها عم تستفيد. ما كلياتهم نصور بهالسوداوية. الرئيس ميقاتي سئل عن الكهرباء وعن إمكانية حل هذه المعضلة التي ترهق كاهل المواطن، فكان الجواب بأن قرار رفع التعرفة قد اتخذ. موضوع الكهرباء اليوم من حوالي 10 أيام أكثر أسبوعين أخذ معالي وزير أخذ شركة كهرباء لبنان قرار مجلس إدارة برفع التعرفة الكهربائية. صادق علي وزير الطاقة بالأمس، صادق علي معالي وزير المالية، ونحن بانتظار انه كمان تطلع بمرسوم مشترك بيني وبين فخامة الرئيس، لانه هيدي بدها قرار مجلس وزراء، ولكن ممكن ان تتأخذ بقرار استثنائي. لما نقر هذه التعرفة صار فينا حتى نمشي بموضوع الغاز والاردن، لانه هيدا طلب اساسي يتاكدوا من مسار الهيئة الناظمة بالكهرباء. وزار المدير المسؤول عن الورد عن البنك الدولي ببيروت وزارة الطاقة، واطلع شخصيا على سير أمور
الهيئة الناظمة ولقاها عم تاخذ السير السلوك الطبيعي لها. إضافة لذلك التعرفة أقرت صفة في مجال أن تمشي موضوع الغاز والموضوع الكهرباء من مصر. عبرت اليوم من جلسة مناقشة الموازنة أن عندما يكون هناك إرادة بالإصلاح وعندما تتوحد المعارضة تستطيع أن تحدث الفرق في وطن سئم شعبه من هذه الطبقة السياسية. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان.